بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. مساء الخير يا استاذ بشير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قول لي تعليقك ايه على اول يوم دراسة؟ طبعا هو كان امبارح في عدد من جزء من المدارس الجمهورية والنهاردة في الجزء الثاني. تعليقك ايه على بداية العام الدراسي، وازاي نقدر انه من البداية يعني يكون في ضبط للعملية التعليمية، مش من اول يوم نبص نلاقي ناس بتنط من فوق السور؟ خليني اقول لحضرتك يعني البداية السنة دي بتختلف عن الاعوام اللي فاتت اكتر من موضوع. يعني اول موضوع الاول الاختلاف انه 95% من الكتب تم طباعتها وتوزيعها على المدارس وهي بين ايدي الطلاب حاليا من النهارده. ده رقم واحد. رقم اثنين، الصيانه كلها، صيانه المدارس على مستوى الجمهوريه والصيانه البسيطه خلصت قبل بدايه العام الدراسي بفتره طويله جدا. يتبقى من الصيانه الشامله يتبقى 1000 مدرسه من ال 54000 مدرسه على مستوى الجمهوريه، وده مش هيعطل اليوم الدراسي للطلبه. عمليات الصيانه بتبدا بعد انتهاء اليوم الدراسي. اما عمليه نط طالب او اثنين من على السور فده شيء طبيعي جدا. انت بتتعاملي مع 20 مليون تلميذ و2 مليون مدرس واداري. لكن لائحه الانضباط اللي بتعيد صياغه العلاقه بين الطالب والمدرسه وبين المدرس والطالب وبين الطالب وبين المدرس وولي الامر، دي اعتقد ان هي هتكون حازمه وصارمه وهتضبط العلاقه بين اطراف العمليه التعليميه كلها. الحاجة الثانية ان احنا عندنا السنة دي بداية مختلفة كمان في موضوع مهم جدا، وهو مجموعات التقوية. مجموعات التقوية اللي هي بديل للدروس الخصوصية. يمكن دروس خصوصية هي صداع في كل بيت مصري. احنا مش بنقول ان احنا هنقضي على الدروس الخصوصية تماما هذا العام، لا، الموضوع محتاج وقت. لكن اللي عايز اقوله لك انه 17 محافظة اعلنوا خلو محافظ 17 محافظ اعلنوا خلو محافظاتهم من الدروس الخصوصيه، ويمكن كانت المبادره من السيد محافظ بورسعيد اللي اعلن خلو المحافظه من دروس خصوصيه، وامبارح كان محافظ السيد محافظ بني سويف. اللي عايز اقوله ان مجموعات التقويه بتختلف عن السنين اللي فاتت في ان المجموعه 25 طالب، ال 25 طالب منهم 5 طلبه من غير القادرين على دفع المبالغ الرمزيه لمجموعات التقويه، 90% من عائد هذه المجموعات بيذهب الى المدرس حتى نغنيه عن الدروس الخصوصيه، و5% بيروحوا لاداره المدرسه و5% بيروحوا للاداره التعليميه. ده الجديد السنه دي بالاضافه الى المناهج اللي كنا بنشتكي من انها فيها حشو وتكرار. اتشال الحشو والتكرار من المناهج، لكن التطوير الشامل للمناهج هيبدا من او التغيير الشامل للمناهج هيبدا من بدايه العام القادم بمناهج جديدة تماما تبدأ من الصف الأول الابتدائي فقط، وبعد كده بتمشي بالتدريج لحد ما نوصل للثانوي العام. تمام، هنتكلم عن المناهج يا استاذ بشير، بس الاول عايزين نتكلم عن الظواهر السلبيه اللي بعضها حتى شهدوا الوزير نفسه وهو موجود. يعني في المدرسه اللي في المعادي كانوا كام طالبه في الفصل اللي هو راحوا؟ 3 طالبات. ما هو ده الراسخ في اذهان الناس لما بنخلص ثانيه ثانوي ونروح ثالثه ثانوي وبتبدا الاجازه لحد ما ندخل جامعه. ده الراسخ في اذهان الناس. لكن علينا ان احنا نوفر. يعني قصدي انا اللي اقصده ايه يا استاذ بشير، انه اذا كانت المدرسه اللي راحها الوزير، طبعا هو ما بقاش مبلغ ان هو رايح، فاذا كانت المدرسه اللي هو راحها حصل فيها ده، دي اللي اتصورت، فما بالك باقي المدارس والحضور؟ حتى الوزير نفسه كان مهتم بموضوع الحضور ده النهارده. يعني حتى اذا ده اللي راسخ، ده الطبيعي؟ ثقافة ده الطبيعي عند الناس في السنين اللي فاتت، ان لما بيخلص ثانية ثانوي وهو رايح ثالثة ثانوي بيقعد في البيت لحد ما يدخل جامعة، بروح السناتر وبروح مراكز دروس خصوصية والحاجات دي. لكن احنا عايزين نغير المفهوم ده، ولذلك كان علينا ان احنا نوفر. كان بعض اولياء الامور وبعض الطلبة بيشتكوا انه مش لاقيين فصول اساسا لثالثة ثانوي، ومش لاقيين مدرسين اساسا لثالثة ثانوي. خلاص هم رسخ حتى عند المدرسين ان ثالثة ثانوي ما بيجوش. احنا بنحاول نغير المفهوم ده السنة دي من خلال مجموعات التقوية، واعتقد ان في كتب دورية بتوصل لمدير المديريات، وكمان في حرص من السيد الوزير وقيادات الوزارة على حضور طلاب الثانوية العامة. لكن لابد ليهم من مدرس يحضر، المدرس يحضر علشان نقول ان المدرس اهو اتفضلوا
لفصولكم ولفصولكم مفتوحه لكم كلكم. لكن ده راسخ في اذهان الناس من زمان، واحنا بنحاول نغيره السنه دي ان شاء الله. طيب السنه دي ايه اللي هيتم بحيث انه نجعل كمان المدرسه يا استاذ بشير جاذبه اكتر للتلاميذ، يعني يكونوا جايين المدرسه وهم حقيقي شايفين ان هم جايين يستفيدوا، مش محتاجين ان هم ينطوا فوق السور وهم يعني هم لو حاسين ان هم في استفاده يعني بالتاكيد على الاقل مش هقول كله ولكن جزء كبير منهم هيبقى حابب وجوده في المدرسه، ايه اللي هيحصل السنه دي علشان ده يتم؟ ما هو انا بقول لحضرتك الراسخ في اذهان الناس في السنين اللي فاتت ان ثالثه ثانوي ما بتروحش. ايوه هنغير ازاي الفكره الراسخه دي؟ بنغير ان احنا بنوفر لهم المدرسين وبنوفر لهم مجموعات التقويه، ومجموعات التقويه فيها ميزه كويسه جدا انه انا طالب في مدرسه لو مش عايز اخد عند المدرس اللي بيديني في الفصل او مدرس الماده بتاعتي عليا ان انا بختار مدرس في اي مدرسه ثانيه، ان شاء الله يكون في محافظه ثانيه او في مركز ثاني، واروح اكتب اسمي عنده بكارنيه المدرسه اللي انا تابع ليها، يعني ما بجبرش الطالب ان هو ياخد درس في مجموعات التقويه عند مدرس في عينه، عليه ان هو يختار، والمدرس ده ممكن يكون هو نفس المدرس اللي بيديله في السنتر بره، لكن انا وفرته له في مجموعات التقويه داخل المدرسه. تقول ايه يا استاذ بشير لاولياء الامور اللي حصل بينهم وبين بعض، يعني في بعض المدارس خناقات النهارده علشان يحجزوا الكراسي لاولادهم؟ ما انا عايز اقول لحضرتك لائحه الانضباط بتعيد صياغه العلاقه بين كل اطراف العمليه التعليميه. احنا هو ده جديد على مجتمعنا يا استاذ ريهام ان نلاقي طالب بيعتدي على مدرس او مدرس يعتدي على طالب او يتم عمليه ما بقاش تحرش. جديد قوي والله ما بقاش جديد قوي. لا ده جديد على مجتمعنا في السنين الاخيره. فاحنا لائحه الانضباط بتعيد صياغه العلاقه بين اطراف العمليه التعليميه زي ما انا قلت لحضرتك. احنا في اول يوم دراسه علينا جميعا ان احنا نتكاتف حتى وسائل الاعلام. هنعمله ازاي الانضباط ده؟ هنحققه ازاي؟ بالتوعيه لائحه الانضباط من ناحيه وزاره التربيه والتعليم وبالتوعيه من ناحيه الاعلام، توعيه لاولياء الامور وتوعيه لائحه الانضباط دي هتعمل ايه لمن لم يلتزم بيها او لمن لا يلتزم بيها؟ يعرض بيتحول للشؤون القانونيه وبيحاسب وفقا لرؤيه الشؤون القانونيه. تمام. طيب انا بشكرك طبعا، لكن الاول قبل ما نقفل عايز اسالك فيما يخص بتكلمني عن تطوير المناهج وانه يعني السنه دي الكتب او المناهج هتكون مختلفه عما كانت من قبل. قولي شكل التطوير، شكل التطوير ده ايه؟ هتختلف ازاي؟ ما هو انا بقول لحضرتك كنا بنشتكي في السنين اللي فاتت ان المناهج فيها حشو وتكرار. الاساتذه او اساتذه الجامعه او الخبراء اللي عادوا خرائط المناهج شالوا كل ما يتعلق بالحشو والتكرار، لكن التغيير الجذري في المناهج بيبدا من العام القادم لاولى ابتدائي وبنمشي بالتدريج لحد ما بنوصل ثالثه ثانوي. ممتاز. يعني ممكن نقول ان الجيل اللي جاي اللي هيبدا اولى ابتدائي السنه الجايه هو اللي المفروض نشوف عليه نتيجه بقى بعدها لما يخلص. وهو ده اللي بيترجم كلام السيد الرئيس لما قال انه التعليم محتاج 12 سنه، المنظومه محتاجه 12 سنه عشان يكون عندنا تعليم جديد، هو كان القصد منه ده. صحيح بس نبدا، بس المهم نبدا. بقى هنبدا من العام القادم لان في لجان شغاله على ده وفي لجان انتهت من اعمالها بالفعل في عمليات تطوير المناهج. تمام، انا بشكرك استاذ بشير حسن المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، شكرا ليك.